الآن يا إخواني طريقة الفقهاء، نقول لكم وخاصة في العصر الأغبر هذا، طريقة الفقهاء جعلت للناس عقلية ومزاجا علميا معرفيا دينيا يقوم على ماذا؟ الأصل في كل شيء الحظر والتحريم. لذلك المسكين إذا أراد أن يلبس خاتمه نلبسه في هذا أو في هذا، شمال أو يمين، حلال ولا حرام؟ حلال يا أخي، هذه مسألة زينة، الله يخلي كل على بعضها مسألة زينة، بتدخل فيها حلال وحرام؟ دين الله أعظم من هذا وأجل. قال لك السنة قطع الله لسانك يا رجل، يا رجل هذه مسائل ترفيهية تكميلية، لا يمكن. مسألة حلال وحرام، مسألة حرام بالذات مسألة عظيمة غليظة في دين الله، كلمة حرام كلمة مخيفة جدا. هكذا النبي ما كان عنده الحق أن يحرم من تلقائه من لدنه، ممنوع، وهو الرسول، والآيات على هذا بالعشرات أيضا، بس موضوع ثاني. الآن الناس ينطلقون بهذه العقلية، كل شيء محرم، لذلك لابد أن أستفتي في كل شيء، يستفتون المساكين. وطبعا هذه تحول إلى تجارة، والفون الفقهي، التلفون الفقهي، خذ يا بابا في المساعدة، ومليارات والله العظيم، وفضائيات بتشتغل 24 ساعة، 24 ساعة بتكلم في الدين والإفتاء وحلل وحرم ومشاكلك مش معقول. طبعا هذا هو التدين الشمولي الذي فهم الناس، على فكرة فكرة التدين الشمولي يعني يدس يده، مش هقول خشمه حاشا لله، يدس يده هذا التدين، يدس اصبعه في كل شؤون حياتك، في كل مهبه ودب، فكره بعيده جدا جدا من هدي القران الكريم. قال لك يا رجل الله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، ايوه يا اخي ليس القران، الله يخليك اقرا القران، الكتاب الذي لم يفرط فيه من شيء هو اللوح المحفوظ يا رجل، الله يخليك، ليس القران اللوح المحفوظ، وحتى ان قلنا هو القران فالمقصود من شيء هنا عاد من شيء من شؤون التشريع، والتشريع القرآني قائم على مبدأ الاقتصاد، اقتصاد في التشريع واقتصاد في الاعتقاد كمان. هذا دين الله، بس بسيط وهين وجميل أيها الإخوة، يمكن أن يحاط به بسرعة، مش دين المؤسسة، مش دين المؤسسة. فهذا التدين الشمولي الذي يدس أصابعه في كل شيء من حياتك، أنا أقول لك لا يجد سناده ومبرره في كتاب الله، لكن يجد سناده بل أسندته في كلام من وسلوك من؟ الفقهاء المؤسسين، المؤسسات الفقهية الدينية، المؤسسات المعنوية طبعاً وحتى والمادية، بس المقصود هنا المعنى والمعنى الاجتماعي، هذا هو. لذلك يقول لك أصدرنا كذا وكذا فتوى، ألوف ألوف الفتاوى لا نحتاجها، لماذا كل هذا العدد الهائل المخيف من الفتاوى؟ لأن الحياة أصبحت حياة توقف. نحن نحب أي واحد فينا، كلنا تقريباً نقود السيارات، نحب أن نقود على الهايوي على الأوتوبان على الخط السريع. ليش؟ ما فيش اسطوبات كثير، ما في، كل 150 كيلو تطلع لك اسطوبة تحويلة، ما في، نحب هذه السياقة داخل البلدة تتعبنا جدا. على المسلمين ما فيش فيها هايوي، كله أزقة وقف توقف توقفون وتوقفون في كل كورر، في كل بدك تقف 50 ما في. ولذلك نحن هي معتقلون عندنا حالة جمود عقلي وجمود فكري وجمود فقهي، حالة اعتقال، حالة اعتقال، نخاف